تلاحظون الآن وتشاهدون هذا المد العارم للأساتذة المتدربين الذين التحقوا صبيحة هذا اليوم على الساعة 10 صباحا إلى النيابة التعليمية بتازة، كل من موقعه. بالنسبة للمركز الجهوي للمهنة التربية والتكوين فرع تازة التحق من هناك، أما بالنسبة للمركز الجهوي بتازة السفلى التحق كذلك إلى ركب الصفوف. كما تلاحظون هي مسيرة ناجحة بالمئة نظرا للمشاركة الكثافة والفعالة لجميع الأساتذة المتدربين الذين انصاعوا لقرارات التنسيقية الوطنية التي انعقدت يوم السبت 31 أكتوبر على الساعة 5 مساء، والذي امتد جمعها العام إلى الساعة 2 ليلا، والتي تداولت مجموعة من النقاط بما فيها الملف المطلبي والهيكلة التنظيمية والأشكال النضالية التي ستقودها في أفق تحقيق مطالبها العادلة والمشروعة. فكما تعلمون بأن هذه الاحتجاجات أو هذه المسيرات جاءت بناء على صدور المرسومين الوزاريين المشؤومين. المرسوم الأول هو المرسوم 588 2 المتعلق بفصل التكوين عن التوظيف، والمرسوم الثاني هو المرسوم 589 2 المتعلق بتقليص المنحة والإجاز عليها من 2450 درهما إلى 1200 درهم. إذا هذه هي مطالب التي من أجلها يتواجد الأساتذة المتدربون الذين قاطعوا بشكل تام الدروس النظرية والتطبيقية منذ أسبوعين، يعني منذ افتتاح المراكز الجهوية ضدا على هذين المرسومين المشؤومين. إذا من خلال هذه الاحتجاجات نطالب أولا رئيس الحكومة والسيد وزير التربية الوطنية من أجل الرجوع عن هذين المرسومين المشؤومين اللذين يضربان في صميم العمق مجموعة من المبادئ الدستورية، وهو المبدأ الأول مبدأ حق التوظيف كما هو منصوص عليه دستوريا، وحق تكافؤ الفرص بين الجميع. إذا هذين المرسومين يضربان في صميم العمق هذين المبدأين الأساسيين. فكما لاحظتم هنا جمع غفير من هؤلاء الأساتذة، وأحدثكم علما بأننا تعرضنا لمضايقات أمنية عندما التحقنا في مسيرة من مراكزنا، لكن هذه المضايقات لم ترقى إلى حد الانتكاكات العنيفة، بل كانت إلى حد ما هي انتكاكات سلمية. إذا كما تلاحظون هذا التجمع هو الآن جاء لكي يطالب ويناشد المسؤولون الحكوميون بالتراجع عن هذه القرارات المشرفة في حقهم. إذا كيف يعقل أن الأستاذ المتدرب يعني يمر بانتقاء أولي، ثم بمباراة كتابية، ثم بمباراة شفوية، ثم يخضع للتكوين مدة سنة، يتم إخضاعه للتصديق على المستويات. إذا فما هو الهدف من هذه المباراة؟ إذا هذه المباراة هي مباراة تعجيزية، مباراة تشوش على نفسية الأستاذ أثناء تكوينه. لذلك فإن التوظيف هو حق أساسي لجميع الأساتذة المتدربين. ومن هذا المنبر نحيي جميع الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية لتضامنها المشروط، كما لاحظنا وفي طليعتها الجامعة الوطنية للتعليم التي ساندتنا قلبا وقالبا في هذا المشروع النضالي. لذلك نحن هنا مرة أخرى نطالب بالتراجع عن هذين المرسومين. وفي الحالة التي لم تستجب الحكومة إلى هذا التراجع أو عاملتنا بأذان صماء، سنرفع أمرنا إلى صاحب الجلالة إن اقتضى الأمر، لأنه هو الحامي والضامن لحقوق وحريات المواطنين. وشكرا لكم. اساتذه